أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة أمين متحف أرمات عمان غازي خطاب. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرة البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. في زمن الظلم والفساد في العراق غرقت عبارة على متنها المئات، معظمهم أطفال كانوا يحتفلون بالعيد. طبعت على المدى قبلة لأرسلها إلى نخلة لتحملها فراشات لروح لم تزل طفلة، لفلاح فراتي يروي دمعه حقلة، وأرملة بكت عمرا شكت لزمانها ليلة، لناعور بكى عمرا ليسقي دمعه سهلة، مضى بدلائه يعلو وأدنى منهم نهلة، رسمت بأحمر قان عراقا لم يطق حمله، عراقا لم يكن يوما سوى طب لذي علة، دهاه الدود محتشدا لئيما نافثا غلة، وصب النار تنين يروم بحقده قتله، تنادى فيه سفاح بدجال ليحتله، ومنذ هوت دعائمه وكل الأرض مختلة، عتات الشر مذ جاءوا وعين الشمس مبتلة، ملوك إنما همج على أبوابهم سفلة، أتوا بالظلم أجمعه ليلقي عندنا رحلة، أتوا بمصائب الدنيا وشاع الموت بالجملة، فهم لم يرحموا روحا وهم لم يسمعوا النملة، ولم يبنوا ولم يسقوا ولم يبقوا على بتلة، حملت جراح أيامي لطود فاقد ظله، لبغداد التي أعطت وكانت للورى الإلة، أعاتب سقف أحلام تهاوى قاتلا أهله، ونهرا كان معطاء تمادى فاقدا عقله، تفجر ماؤه رهوا فأغرق ولده جملة، ألم يسمع صوائحهم تنادي رحمة؟ ويله، صرخت بملء آلامي، أحتى أنت يا دجلة؟ بعد هذه الجولة في رحاب القصيد أدعوكم الآن لمتابعة فقرة هذا كتابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشاعر عبد الرحمن المبيضين من الأردن، وصدر لي مجموعة دواوين شعرية كان آخرها كتاب ديوان يهزني الشوق، وهذا الديوان صدر في العام 2023 وصدر عن دار كفاءة المعرفة للنشر. ويسعدني أن أقرأ لكم القصيدة الأولى في الديوان، والتي سمي الديوان باسمها رغم أن الديوان يحتوي على مجموعة من القصائد الوطنية والاجتماعية. فقصيدة يهزني الشوق: يهزني الشوق أحيانا إلى وطني، فلا أنام برغم الجهد والوسن، فأذكر الأهل والجيران في بلدي، في مسقط الرأس أرض الحب والسكن، قد عشت في وطني حرا أقدسه، أقبل الأرض في الأحياء والمدن، وأسأل الله
أن يبقيه منتصرا حرا عزيزا لطول الدهر والزمن، وأن يعيد لكل العرب هيبتهم والمسلمين لتقوى الله والسنن، أن يبعد الهم والأحزان عن بلدي، عن كل أهلي، عن الإخوان في وطني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخط العربي، هذا الفيلم الجميل كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم، فتابعوا معنا فقرة الخط العربي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. الآن سنتحدث عن عملية تجهيز الورق للكتابة. الورقة بالبداية تكون ورقة عادية مثل أي ورق، مثل ورق التصوير، ولكن بعدة ألوان. لما نيجي نكتب عليه يجب أن يكون الورق في نوع، في إشي اسمه تقهير وصقل. فبدنا نعطيكم فكرة عن التقهير، شو يعني التقهير بالخط العربي يعني، وشو شو الإشي، كيف بدنا نجهز الورقة للكتابة عليها بالخط العربي. فهي الورقة بالبداية بتكون ورقة عادية خشنة، فبنجيبها نختار نوع الورق اللي بدنا اياه. طبعا في عدة انواع، احنا بنختار اللي بدنا اياه اللي بيناسبنا. في ورق طبيعي، في ورق صناعي، في ورق خالي من الاحماض، في ورق مع الاحماض. طبعا الواحد يختار الورق اللي بدوم اكثر، كل ما كان طبيعي الورق بدوم اكثر، كل ما كان خالي من الاحماض بدوم اكثر، بكون عمره اكثر. فهي وظيفة التقهير هو الحفاظ على الورق لمدة زمنية طويلة اثناء ما تكتب عليه، وتعتبر انك جهزت لوحة وعلقتها بمسجد أو ببيتك أو بأي مكان، يجب أن الورق هذا يخدم وقت طويل. فنيجي لمرحلة التقهير. مرحلة التقهير هي عبارة عن نشا يغلى على النار نسبة، مثلا النسبة هي اختيارية، من 5 ماء لكوب نشا أو من 4 ماء لكوب نشا، وهي الشغلة تعتمد على اختيارك لنوع الخط اللي بدك تكتبه على الورقة. هل بدك تكتب ثلث جلي يحتاج إلى سماكة للترتيش، تضطر تزيد في كثافة النشا وتزيد في طبقة النشا. هل أنت بدك تكتب نسخ خط صغير، تضطر تخفف كثافة النشا مشان القلم يمشي معك على الورقة بكل سلاسة وكل أريحية. فنيجي على طريقة التقهير. بنغلي النشا نسبة 1، خلينا نقول نسبة 5 أكواب ماء لكوب نشا، نغليهم على الغاز ليصيروا تقريبا شبيه السحلب، شبيه السحلب اللي بنشرب. من ثم بنجيب طبق الورق بنحطه على لوح من الخشب، ونجيب اللاصق وبنثبت طبق الورق، بنثبته ناخد جزء بسيط، بنثبت طبق الورق على لوح خشب من جميع الأطراف. تثبيت جيد. من ثم بنبلش، إما في ناس بتستعمل إسفنج، في ناس تستعمل فرشاة. بستعمل إسفنج، بصير يجيب النشا بحطه بصحن هيك، بصير غط ويمسح باتجاه واحد، رايح جاي رايح رايح. اتفقنا انه الطبقة اللي انت بتناسبك، بتحب تكثر طبقتين ثلاث لتكتب خط للترتيش، بحتاج للترتيش حط طبقتين، بتحب طبقة اعمل بدك اياه، ما في مشكلة. اللي بناسبك للشغل للخط اللي بتكتب فيه اشتغل على هيك. هسه راح يصير في الورقة عبارة عن، راح مع النشا والمي اللي عليه راح الورق زي جعلك يرتخي، يصير هيك مطوى مطعج كتير. راح نصبر عليه لما ينشف بطريقة طبيعية، ما راح نحط عليه حرارة ولا إشي، زي ما إحنا بندهنه وبرتخي الورق، بعد فترة لما يتبخر المي منه راح يرجع لوضعه الطبيعي، تصير تشوفه زي ما هو هيك. فبدك تصبر عليه بظروف الطبيعية، ما تحط عرضه لحرارة. خلصنا من طبقة النشا تمام، كل شيء 100%. ننتقل لطبقة البيض. في عنا بياض البيض، بياض البيض يخلط مع الشبة بنتج منه سائل، بتكون طبقة فوق النشا. هذه الطبقة هي تسقل الورقة، بصير فيها لمعة وتعتصق للورقة. من ثم نلجأ آخر إشي بعد ما ينشف البيض وينشف النشا ويدهن بالبيض طبقة أو طبقتين، نلجأ لإشي اسمه المصقلة. المصقلة بالإضافة لزيت البندق على قطعة صوف
ندهن الورقة زيت البندق خفيف، ندهن الورقة بشكل خفيف يعني إشي لا يذكر، من ثم بنسقلها. الصقلها بساعد على الكتابة وجريان القلم على الورقة بسهولة من غير أي مشاكل. هاي باختصار طريقة تقهير الورق. بعد فقرة الخط العربي أدعوكم لمتابعة هذا التقرير الثقافي. متحف بوسط البلد، احنا بنفتح من 10 للساعة 5. بيجونا من جنسيات متعددة مش بس أردنيين فقط، الكل بيحب المكان، والأطفال خاصة لأنهم بيستغربوا شي يعني أرمات، فإحنا بنقعد نفسر لهم إنه هي لوحات المحلات القديمة. الناس بتحب لما نحكي عن قصص الأرمات واللوحات، لأنه كل أرمة لها قصة مع الأستاذ غازي خطاب. وأكتر شي كمان بيحبوه لما الأستاذ غازي يعمل جولة بالمكان معهم ويحكي لهم أنا كيف جمعت الأرمات والمعاناة اللي جمع فيها الأرمات. طبعاً أنا لأول مرة بزور متحف أرمات عمان، أنا جيت من فلسطين لأول مرة وانبهرت يعني بالأرمات الموجودة، رغم أنها يعني من 1941 أو 1950 وهيك، وفيها العديد يعني من الأرمات، منها للمحلات أو الفنادق أو محلات قطع السيارات وغيره. وأنا بدعو يعني جميع الزائرين والسياح اللي القادمين إلى العاصمة الأردنية إنهم يزوروه وشوفوا ويستمتعوا بجمال هاي الأرمات. متحف أرمات عمان أنا أعتقد أنه يشكل مزار هام لكثيرين من السياح حول العالم. أضف إلى ذلك متحف أرمات عمان يشكل إرثا وهوية تراثية للشعب الأردني الشقيق. أنا جئت قادما من فلسطين هنا إلى عمان كي أزور المتحف، وجدت فيه يعني أشياء تراثية جميلة جدا، أشياء تعبر عن عمق الهوية الأردنية الحضارية. يعني أتكلم عن شقين، الشق الأول هو علاقة هذا المتحف بي كفنان وكخطاط أيضا، وهناك علاقة أيضا قد تكون اجتماعية تاريخية، بمعنى أنه مرتبط بذاكرة طفولة يعني مع والدي رحمه الله. هذه اليافطات أو الأرمات هي إرث وذكريات يعني عمانية قديمة، جميعها ربما شاهدتها وكنت حريص أيضا على متابعتها كموهوب بالخط العربي ابتداء، فهي مرتبطة إذن بكل يعني ذكرياتي مع والدي. دعني أقول كيف عرفني بهذه المدينة، كيف عرفني بقاع البلد هنا. الآن دعني أتكلم كخطاط ومهتم بالخط العربي، يعني أكثر من نهضة ربما بمشروع الخط العربي بعد أن عبثت به التكنولوجيا، وربما يعني هناك محاولة لدثره حتى وإخفائه. المتحف فكرة رائدة أجدها في الحفاظ على هذه الجماليات الممتدة من فكرة الخط العربي وحتى صناعة الإعلان. مرت عمان في ظروف إنه اللوحات الإعلانية القديمة بدأت يعني أو التراث الإعلاني بشكل عام بدأ بالاختفاء، فكانت فكرة أمين المتحف اللي هو السيد غازي خطاب جزاه الله خيرا على أنه يعيد هذا التراث ويعيد جمع هذه اللوحات، وبالتالي فهو قام بعملين. أول شيء يعني حفظ هذا التراث وحفظ الأعمال الفنية الخالدة في هذه اللوحات الجميلة، وثاني شيء أعاد ذكريات عمان. انطباعي عندما أمر في بين ثنايا المتحف حقيقة أتذكر أرجع للوراء إلى 30 سنة، عندما كنت أمر في حواري عمان، في حارات عمان، في شوارعها، أتذكر هؤلاء الأشخاص أسماءهم التي حفرت على هذه اللوحات،
أتذكر اللحظات الجميلة التي مررت بها في هذه الشوارع. يعني هو المتحف يعطي مزيج ما بين التراث وما بين الفن وما بين الذكريات الجميلة. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة أمين متحف أرمات عمان غازي خطاب، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ غازي خطاب، ضيفا على فضاءات وعلى قناة الرافدين. سيدي أهلا وسهلا بكم، هذا الشيء بشرفني أنا أكون ضيف على قناة الرافدين، وإن شاء الله نكون جدول صغير يرفد إحدى الرافدين. لنا الشرف والسرور، أنت محطة جميلة في هذا البرنامج وفي قناة الرافدين أستاذ غازي، حياك الله. يقال أنك أول من أسس متحفا للأرمات في عمان، يعني بداية ودي أسأل ما معنى أرمات؟ يعني هذه المصطلح والمفردة للمجتمع الأردني معروفة، لكن المجتمع العربي غير معروفة، بدي أن نعرف أساس هذه المفردة كيف جاءت، هل هي عربية، هل هي من لغات أخرى، هل هي من يعني من اللهجة المحكية؟ بخصوص كلمة أرم، هي يعني إحنا في الأردن زي ما تفضلت معروفة كثير كثير، وحتى على مستوى يعني بسوريا، لبنان، حتى فلسطين. هلأ في لها مرجعية كثير، يعني في إحدى المراجع بتحكي إنه أيام الجيش العثماني أي شعار للجيش العثماني كان يحطوه على أي لوحة كانوا يسموها أرمة، فممكن تكون من هذا الإشي. وفي إشي يعني بحكي لك أرم الشيء أظهر الشيء، وفي إشي يعني إنه إشي يعني العرب زمان كانوا يدلوا يعني في الصحراء على إشي حجر يدهنوه باللون دهان أبيض، نعم، على أساس يكون دال لإشي. فهي فعليا أرمة يعني دلالة على إشي، يعني الدلالة على مهنة أو أي إشي. إذن هي اللوحات الدلالية، لوحة دلالة يعني، أي نعم، لوحات دلالية سواء، نعم، لا يعني تعليمات لمحلات أو فنادق أو شركات. نعم بالضبط. جميل. حضرتك أنت درست في ألمانيا، يعني مدي أن سلط الضوء على هذا الجانب، لأنه اخترت أن تدرس هذا التخصص، تخصص مهني، هو تخصص صناعة الأرمات. وماذا يسمى في ألمانيا أيضا، تسمى أرمات أم لا؟ طبعا هم لهم اسم يعني بالألماني، بس برضو بترجع على كلمة يعني بسموها ريكلامة أو شيلدر، نعم، اللي هي برضو يعني على موضوع اللوحات. هلا يعني جد أنا من هذا المنبر، لماذا اخترت هذا التخصص؟ يعني أنا اخترته لأنه أصلا أنا هوايتي الخط العربي، نعم، وأنا اشتغلت في نفس المهنة قبل المرحلة الثانوية. هلأ بعد المرحلة الثانوية توحي لي أن أسافر على ألمانيا، وكان هدفي ما أدرس دراسة أكاديمية. وجد أنا من يعني من هذا المنبر العظيم علينا جميعا، منبر الرافدين، يعني أدعو الأباء يوجهوا أبنائهم للدراسات المهنية. يعني إحنا عفوا يعني ألمانيا دولة عظيمة وهي عارفة إيش بتساوي، وإحنا الحمد لله هلأ في الأردن لجؤوا يعني يركزوا على موضوع الدراسة المهنية. يعني أنا هلأ عندي يعني أنا أخواني شركة بلشت من إشي من موظفين اثنين، لأنه أنا درست في ألمانيا، نعم، الدراسة المهنية اللي هي مدتها 3 سنوات. وهذا الإشي طبعا يعني إنك تدرس إشي مهني بعزز المهنيين على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الأردن. فهي الدراسة اللي درستها بسموها فن تصنيع اللوحات الإعلانية. طبعا أنا يعني مش ما درسونا خط عربي، وإنما يعني درسونا شغلات عامة، موضوع السلام العام، موضوع علم النفس، حتى في موضوع الألوان والتدريس وبعض الشغلات الهندسية، طريقة تقديم الخطوط اللاتينية. وهذا الإشي طبعا استمر لمدة 3 سنوات، والحمد لله أنا يعني شخصيا استفدت منه بشكل كبير كبير. جميل. يعني أنا تجولت في هذا المتحف حقيقة، هناك لوحات قديمة جدا، يعني مرت عليها أكثر من 80 سنة وربما أكثر، ربما بهال يعني. بدي أن يعني أعرف الطرق التي تستطيع أن تحصل بها على هذه اللوحات الدلالية كما قلنا، اللي هي الأرمات، يعني كيف تحصل على هذه اللوحات القديمة جدا؟ هي والله بتقدر تحكي يعني موضوع أنا في ناس ممكن يكون الصدفة، أنا بقول الحظ، يعني أنا حظي كان كثير كويس. قبل ما سافرت ألمانيا بحوالي 6 شهور، يعني إحدى الخطتين ساوى لوحة كثير حلوة جدا في وسط البلد، نعم، فخلص كانت أنا هواية يعني الموضوع اللوحات، فتصورت تحت هاي اللوحة. هذه في أي عام؟
سنة الثمانين في تاريخ بالضبط 20/6 سنة الثمانين. نعم. شاءت الصدف أنه سنة 86 نفس المحل هذا كان بده يتوسع فبده يعمل لوحة أكبر، فأنا حصلت على هاي اللوحة مقابل عملت له لوحة كبيرة جديدة. نعم. فهاي كانت بداية تداول موضوع أنه كيف أنا بحصل على اللوحات، اللي هي أنه في مثلا ممكن خياط يعني توفى بيجوا أولاد بدهم يغيروا المهنة في نفس المكان، فكنا نعمل لوحة جديدة للمهنة جديدة ونأخذ اللوحة القديمة. مرات بعض المرات نشتري لوحات بس مش من أصحابها. نعم. من أصحاب البنايات اللي تكون، لأنه خلص يكون مثلا محامي أو طبيب طلع من البناية، فإحنا نتفاوض مع صاحب البناية حتى مرات نعمل له هيك لوحة صغيرة زي أنه مكاتب الإيجار أو محلات الإيجار بدل هذه اللوحة. بدل هاي اللوحة. نعم. هلأ أكثر يعني أحلى إشي هلأ في الموضوع، الناس لما صارت يعني على مدى 3 سنوات تيجي تزور المتحف صارت الناس هي تقدم لها اللوحات بشكل هدايا كحفظ التاريخ يعني أبائهم أو أجدادهم. جميل. عندما تتجول في هذا المتحف يعني بين الأرمات التي هي حملت دلالات تحمل دلالات يعني متنوعة وتشير إلى مراحل سنوية مختلفة، أسماء وعناوين متعددة، يعني ما الشعور الذي يتملكك أنت مسؤول أو أمين المتحف أو الزائر؟ ماذا يقول الزائر؟ ماذا يشعر الزائر؟ ماذا يسمع؟ ماذا يرى؟ أنا بدي أنطلق يعني أنا بديش أحكي عن حالي شو المشاعر اللي أنا تجيني، بس أحكي لكم حكاية صغيرة. هيك دخل رجال عمره بحدود 70 سنة فعمل جولة أنا هيك انتبهت عليه، فحسيت فيه هيك يعني الدمعة متيبسف يعني، فرحت عليه بقول له مالك حج؟ قال لي أنا هلأ بمشي في عمان ما بعرف ولا واحد، ولا واحد بعرفني، لما جيت عندك هون على المتحف حسيت الناس أصحاب اللوحات بنادوا علي، أنا بعرف إلي صداقات مع معظم اللوحات الموجودة في هذا المكان. فهاي فعليا هذا الانطباع اللي أنا بس يعني بنتابني شبه يومي مع الزائرين. هناك في المتحف حقيقة رأيت ركن للضاد، يعني هذا الركن يعني ماذا يحدث فيه؟ ماذا تعملون في هذه الزاوية التي حملت عنوان ركن الضاد؟ إيه طبعا ركن الضاد هي يعني احتراما وحبا للغة العربية. هنا في عنا هيك مساحة يعني طاولة كبيرة مع كراسي، في أثناء النهار الزائرين بعد ما يعملوا جولة بحس في عندهم هيك يعني عواطف زائدة، فبحس وكأنه بصير في مكان لتفريغ العواطف، يعني العواطف أو الأفكار اللي بتنابهم لما يفوتوا هذا المكان. فإحنا يعني عندنا دفاتر فبكتبوا يعني ملاحظاتهم سواء الإيجابية أو مرات توجيهية بتكون. نعم. يعني هو ليس مكان لتدريس جانب معين وإنما لجمع انطباعات الزائرين. صحيح، هو في أثناء الدوام بكون للزائرين. نعم. ولكن والحمد لله بعد الدوام في زملاء عندنا خطاطين بيعملوا دورات خط عربي، أنا بقدم لهم هذا المكان مجاني، يعني بيجي الأستاذ يعني بيجي معه طالب أو طالبين، أنا بقدم لهم هذا المكان كمساحة يعطوا فيها خطوط. جميل. كان عندي سؤال أسألك، أنه أنا رأيت في زيارتي للمتحف أنه مكتبك يزدحم بالخطاطين، إذا عرفنا لماذا يتردد الخطاطون على الحمد لله. طبعا احنا يعني هيك انه هناك نشاط ومهام يقومون بها، هناك نشاط بصير في ترتيب حتى لمسابقات ومعارض الخط العربي اللي في بتصير في الأردن على مدى العام. نعم. يعني الحمد لله هيك علاقتي مع معظم الخطاطين كويسة، فبنحاول التنسيق مع المجموعات الموجودة في عمان لتقييم المتاحف أو عفوا تقييم إقامة المعارض. نعم. وعمل المسابقات سواء تحضير لها. نعم. أو حتى مناقشتها فيما بعد يعني. طيب سؤال آخر حقيقة على موضوع اللوحات القديمة، أنه عرفت من خلال الحديث معك في المتحف أنك تواصلت مع الخطاطين الذين قاموا بخط هذه اللوحات، بعض اللوحات لا تحمل أسماء أو عناوين الخطاطين، كيف توصلت إليهم؟ هلا بكل صدق طبعا احنا يعني معظم اللوحات اللي عندنا اجدد لوحة عمرها حوالي 40 سنة، يعني احنا اللوحات من سنة 49 اقدم لوحة لحد سنة 90 لما كان في يعني ما يسمى الخط الكلاسيكي. فاحنا مرات يعني تواصلت مع الخطاطين انفسهم، ومرات ثانية للأسف يعني مع أبنائهم أو حتى مع أحفادهم. يعني إحنا مرات من يعني من لون اللوحة أو من جزء من ما هو ظاهر من اللوحة بنعرف مين الخطاط اللي مساوي هاي اللوحة، كوني أنا يعني إنسان محب ومتابع للخط العربي بشكل يعني شغفي في الخط العربي أنا يعني إشي بنبسط فيه وبعتز فيه. أنت اشتغلت على الخط يعني؟ لكن طبعاً
لا تقبل أن نقول عنك خطاط. لا طبعا أنا يعني أنا بحكي حالي محب للخط العربي أو حاضر للخط العربي. أنا كوني درست في ألمانيا فأجيت يعني بأفكار جديدة. يعني الخط العربي طبعا له كل الاحترام والتقدير، بس الخط العربي لازم يظل له هيك حرمة وكيان. يعني هل على موضوع توزيع اللوحات وحجم اللوحات، يعني صف الخط العربي للأسف غير مناسب يكون إشي إعلاني، فإحنا لجأنا طبعا للخطوط الإعلانية الحديثة. فعلشان هيك أنا حسب تأنيب ضمير أني أنا وكأني عملت خيانة، بنسميها خيانة خضراء للخط العربي. فحاولت هيك أرمم ما أفسدته في بداية يعني في بداية شغلي في الأرماط. فحاولت يعني له يعني عملية ترميم أنه نحاول نجمع هاي اللوحات للأسف اللي كان مصيرها الضياع. وهذا الاشي الحمد لله برضو الخطاطين يعني ساعدوني، زملائي ساعدوني كثير وشجعوني كثير في هذا الاشي. جميل. انا اسمع دائما عن موضوع سدر الكنافة حقيقة عندما تحدث عن تأسيس المتحف السدر الكنافة. طبعا سدر الكنافة هو عند الأردنيين وأهل الشام اللي هي الصينية الكبيرة، صينية الألمنيوم الكبيرة. نعم اي تسمى السدر. طبعا هو انا برجع، فما سر سدر الكنافة في موضوع تأسيس المتحف؟ لا هو يعني بداية تأسيس المتحف. نعم. أنا بحكي هذا أجمل أو أزكى سدر كنافة لم أكله. نعم. ما تذوقته، بس أنا تذوقت ما فيه. اللي صار أنه كانت في إحدى اللوحات القديمة جدا من خمسينيات القرن الماضي لمحلات اسمها محلات أهرام. نعم. يعني العيلة هاي كانت قادمة من فلسطين ومسمي أهرام نسبة أنه عيلتهم أهرام. هاي اللوحة أنا تبعتها من عمري حوالي 10 سنوات. للأسف قبل 16 سنة أصحاب المحل تركوا المحل. اللوحة كانت عبارة عن جزء من فترينة اللي هي نسميها يعني فترينة العرض للمحل. للأسف قبل 16 سنة طلعوا من المحل. أنا هيك يعني شفت المحل مسكر نص تسكير يعني. فرفعت الباب اللي هو عبارة عن برواز خشب، فش في اللوحة مش غير موجودة. فبطريقتي شعبطت، وأنا بحكي شعبطت جد لأني شعبطت على سد الخشب، فلقيت عبارة عن أشلاء. فهنا صفة بدي أنقل هاي الجثة الهامدة بإشي بقدرش أحملها بكيس نايلون أو بكرتونة، فما كان في مجال لأروح أطلب سدر كنافة. نعم. يعني سدر الكنافة الوحيد في العالم اللي اشتري أو يعني زي ما تحكي دافعت عليه رهنية هو فاضي. نعم. فجمعت القطع الزجاجية على يعني من محل قريب، محل كنافة قريب لهذا المكان. ما نعم. كان في حتى مجال تحمل شظايا هذا بالضبط، شظايا اللوحة القديمة. لوحة. نعم. وأنا شاءت صدف أني أنا كنت مصور نفس اللوحة سنة 84 خلال إحدى زيارات من برلين لعمان. نعم. فأخذت زجاج طبعت اللوحة بطباعة جديدة وحاولت أرمم ما قدرت ترميه، بس الحمد طيب لله. أصحاب محل كنافة ما استغربوا أنك تأخذ طبعا استغربوا جدا. أنا كانت صينية فارغة، كانت الدنيا رمضان، وأنا سؤلت ثلاث أسئلة لحد الآن ما عندي الجواب. يعني حكالي بدك الكنافة السدر الناعمة ولا خشنة وكم كيلو، وكانت الدنيا رمضان، قال لي بدك إياها قبل الإفطار ولا بعد الإفطار. أنا يعني وقفت مندهشا. فقلت له أنا بدي سدر الكنافة فاضي. فهو برضه يعني وصل لمرحلة التهكم. نعم. بعدين بطريقة أو بأخرى حكيت مع صاحب الحلويات. نعم. وأعطاني السدر الفاضي. يعني يعني هل يمكن رسم خط بياني لتطور التكنولوجيا الحياة يعني في عمان عبر هذه الأرمات؟ طبعا أكيد. يعني إحنا أول شيء نبلش في الإشي الثقافي. نعم. تخيل يعني إحنا لوحات زمان كانوا هيك يحترموا تسميتها. يعني نعم. في عندي لوحات مكتوب عليها فندق الأدباء، مثلا موبيليات فلسطين اللي هي، او مكتبه الاقصى. يعني كان الناس يركزوا كثير على موضوع الاسماء. نعم. يعني حتى هلا الجيل الجديد لما يدخل عندنا المتحف في بعض الشغلات ما بيقدروش يستوعبوها. يعني احنا زمان يعني هلا بيحكوا اكسسوارات، زمان كان يحكوا خردوات. انا في عندي يعني بعض الشغلات يعني زي كلمه نوفيتي، زمان كانوا هيك باعتزاز انه يروح على اللغه الفرنسيه نوفيتي اللي هي معنى محل ملابس جديده. هلا الجيل اليوم ما يعني ما بتزبط معه. نعم. ما يعني دائما انا اسال شو معنات نوفيتي او شو معنات خردوات. وفي نفس الوقت يعني كلمه موبيليات فلسطين الجيل الجديد بيقراها موبايلات، بس بقول له طب مش معقول يعني موبايلات ورقم اللوحه ثلاث ارقام في التلفون. وفي نفس الوقت هلا في يعني زي ما انا في عندي كثير لوحات مكتوب عليها يعني خياط. هلا ما في حدا بخيط بدلات، كله للاسف بيشتروا جاهز. وهنا بنعرف انه صار فيه تطور كثير حتى في المهن. نعم. مهن القديم اللي للأسف اندثرت. يعني جميل. رأيت حضرتك أنك تحرص على توفير سجلات لتدوين كلمات للزائرين مختومة بالتواقع، ما
الغاية أو الهدف؟ طبعا زي ما حكيت أنا أنه أهم إشي أنا يعني أكثر إشي بتفاعل مع الزائرين ما يكتبوا في هاي الدفاتر. وصل عندنا حوالي هلا 220 دفتر، وهذا الإشي أنا يعني برضو بحكي بجوز على مستوى العالم مش موجود. إحنا بشكل دائم في 6 دفاتر شغلات، ومرات هيك بتيجي صبية بتفوت بحسها قاعد بتفتش عشي، بتحكي لي أنا قبل شهرين جيت كتبت في دفتر، قلت لها الدفتر صار هلا في المستودع، صار مستودع الذكريات يعني. نعم جميل. نكمل بعد الفاصل معذرة أستاذ غازي. إن شاء الله. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة أمين متحف أرمات عمان غازي خطاب. أعود لك سيد غازي، كنا نتحدث عن حرصك على توفير سجلات، وحضرتك يعني تحدثت عن كمية كبيرة من سجلات ربما المتاحف الأخرى لم تصل إلى هذا المستوى. هناك عبارة حقيقة بدي أن أقف على سرها، وهي لو اشتريت قصة بدل القلم أحسن لك. والله ما سر هذه العبارة؟ هاي سر العبارة يعني جد درجة ل 54 سنة مضت. نعم. كان قلم التخطيط حقه 6 قروش بطريقة أخرى. أنا يعني 6 قروش في ذلك الوقت في أي سنة؟ يعني سنة تحكي 73. يعني 6 قروش كانت ثروة. يعني كانت كنا نشتري مقابلها قصة من سلسلة إشي اسمه الغاز، كانت تيجي من مصر. كان حتى دائما البطل فيها اسمه تختخ بتذكر. فأنا اشتريت قلم على أساس بدي أمارس هوايتي، ومروح البيت من مخيم الحسين. نعم. يعني بتذكر كان مفروض أروح على مخيم الحسين، والدي تعطتني إشي مصروف. نعم. عشان أدفع للباص، فأنا رحت مشي واشتريت القلم، رحت زرت ولاد عمي يعني، فاشتريت القلم 6 قروش. أول ما روحت على البيت أنا مكيف، فأختي الكبيرة الله يطول عمرها بتقول لي مش لو اشتريت لك قصة كان أحسن لك. فهنا كانت زي بداية التحدي المخفي. أنا في ذيك اللحظة ما استوعبت. أنا بجوز ضميري أنبني يعني مفروض أنا رديت على أختي. بس الحمد لله هاي كانت بداية حياتي فعليا. بدأت بست خروش اللي هو القلم الحكام حقه 6 قروش، وحتى تكمل للقصة بعد بحوالي 4-5 سنوات اشتريت فرشاية تخطيط بست دنانير. بتذكر لما روحت فيها على البيت أنا معتز بنفسي إنه معي فرشاية بست دنانير. أمي مسكينة صارت تبكي. كان إيجار البيت في ذاك الوقت يعني في المنطقة الشعبية اللي أنا كنت ساكن فيها سكان مخيم الوحدات كانت بست دنانير. يا الله. فموضوع حتى الست كمل معي من 6 قروش. نعم. لست دنانير. حتى في الثانوية العامة تمنيت أحصل على معدل 60، حصلت على 59.7. بس نرجع نكمل على الرقم 6. نعم. انه اللوحة اللي تصورت تحتها سنة 80 حصلت عليها سنة 86. يا الله. وهلا الحمد لله يعني معدل دخل الزوار بشكل شهري يفوق 6000. ما شاء الله ما شاء الله. طيب اختك الكبيرة التي قالت لك لو مشتري قصة بدل القلم ما افضل لك، يعني زارت المتحف؟ طبعا زارت المتحف وكتبت لي صفحة. نعم. قبل سنتين، وهلا اول مره بدي اعلنها. لحد الان مش قادر اكمل الكلمه اللي كتبت لي اياها، يعني بقرا سطرين ثلاث وبوقف. نعم. يعني من كثر الكلام الحلو. أيه. اللي كتبها لي اياه ما لحد هاي اللحظه. يعني الكلمه الوحيده اللي ما قراتها للنهايه اللي هي كلمه اختي. دائما اتذكرها بعباره دائما بذكرها قصه. دائما أيه. بذكرها. هي يعني باخذها من باب المزاح. نعم. بالعكس بقول هاي كانت الشراره. نعم. شرارة هلا ما يسمى متحف أرمات عمان يعني. نعم جميل. ربي يمدها بالصحة والعافية إن شاء الله. يعني أنا عرفت من خلال حضرتك أنه تواصلتم أنتم مع بعض أصحاب يعني اللوحات أو المحلات التي كانت تحمل هذه اللوحات أو الأرمات، وبعضهم طبعا توفي رحمة الله، ويعني تواصلتم مع الأبناء الأحفاد. كيف تعامل الأحفاد أو الأبناء مع هذه الذكريات؟ والله هاي هيك بدنا نرجع شوي هيك مع ابتسامات. نعم.
اللي صار يجي انه بعض الاحفاد او الابناء بشوف اللوحات على التلفزيون بس ما بيعرفوا مكانها، فاول ما يفوتوا المتحف بيسالوا عن لوحه مثلا مخيطة العنابي او بقاله ابو ربحي، فانا من باب المزاح بقول لهم يلا بدي العب معك وحامي بارد، كانت لعبه زمان انه خلص هم يمشوا وانا امشي وراهم اقول لهم وين، لما يقربوا على اللوحه اقول لهم حامي، لما يبعدوا عن اللوحه اقول لهم بارد، فهي شبه صفت لعبه يوميه عندنا هذا الشيء كثير كثير. وبدي احكي هنا بعض الحكايه حصلت معي قبل شهرين لمحل موبيليات اسمها موبيليات فلسطين، بيجي الحفيد مخلص ماجستير بيجي بشوف لوحة جده. أنا رحت عنده فكتب كلمة تعهد لجده أنه يعمل دكتوراه، يكمل دكتوراه عشان يقول لجده شكرا على التعب اللي تعبه مع والده ومع عمامه، وقال لي أنا بعد ما خلص دكتوراه بدي أرجع برضو أكتب كلمة قدام هاي اللوحة. يا الله جميل. رأيت في أيضا ضمن اللوحات في المتحف لوحة مصرف الرافدين، كيف حصلتوا عليها؟ مصرف الرافدين هاي من أقدم لوحات عمان. كانت في وسط البلد، يعني كان مصرف الرافدين يعني كان مرفأ للعراقيين في وسط عمان. للأسف قبل حوالي 15 سنة انتقل للصوفية هو وظل المحل فاضي، فأنا تواصلت مع مالك البناء وحصلت على هاي اللوحة. وطبعا هي من يعني من شغل خطاط أردني اسمه الخطاط إيليا كيال. معمول بطريقة كثير محترفة، حتى في شعار، كان في شعار تابع للوحة أصله مصدر العراق من سنة 1941 مكتوب عليه. يعني اللوحة اشتغلت بالخمسينيات بس الشعار تبعها سنة 1941، يعني اللوحة اشتغلت بالعراق لوحة نفذت في العراق اللي هي الشعار اللي عليه رسمة النخلتين. واللوحة شغل خطاط من عمان. جميل. رأيت بعض الأرمات حقيقة خطوطها الأصلية مكسوة بطلاء، بعضها امحى منها أجزاء من الكتابة الأصلية. ما المواد التي تستخدم لإعادة الخطوط الأصلية وإزاحة ما يعني اعتراها من طلاء؟ هيك احنا نرجع للبدايات. انا مرات بدخل بيت درج لعمارة بكون في محل مثلا محامي او طبيب او مخيطة بكون مسكر، فبيجي صاحب المبنى بيجي بدهن بيت الدرج كامل. فانا بحس من حجم اللوحة وهيك هيك بطلع عليها بشكل بنظرة ثاقبة زي ما بيحكوا، بحس انه هاي اللوحة فيه تحتها اشي، فبتواصل مع صاحب المبنى باخذ اللوحة. مرات بكون عليها إميلشن بنزيله بماء، مرات بكون عليها أكثر من دهان. يعني بنرجع لموضوع الشغف، يعني الشغف هو وراء كل شيء، فمرات بنستعمل ضغط ماء، مرات مواد يعني نفطية، مرات أسيتون، مرات بحس بزبطش معها إلا الحب، بدك يعني تشتغل معها بحب على أساس تطلع ما يعني ما قبل التاريخ من هاي اللوحة حتى لا تؤذي الخط الأصلي. طبعا حتى لا نذو، والحمد لله هم يعني شوف سبحان الله كيف الوقت بتغير. زمان كانوا يستعملوا دهانات أصلية، هلا للأسف الدهانات الأصلية ما عادت موجودة. هذا خدمكم هذا الإشي خدمنا كثير، حتى يعني كثير كثير خدمنا. إزالته سهلة. إزالته سهلة، يعني زي ما أنت تيجي لا سمح الله تهد بناية بس الأساس ما بتقدر تتدخل فيه، وجد الخطاطين كانوا يشتغلوا يعني بحب في هاي اللوحة. جميل. يعني حقيقة أنا شعرت إنه هذه الأرمات أو لوحات دلالة اللي موجودة في المتحف تؤرخ لتاريخ عمان. هل حاول المؤرخون أن يستفيدوا من هذا المتحف؟ هل تواصل المؤرخون معك؟ يعني أنا أشعر أنها مادة دسمة لمن يكتب تاريخ عمان الحديث يمر على هذا المتحف. هل هناك من مر بك من مؤرخين؟ الحمد لله كثير. يعني في إشي في تاريخ اسمه التاريخ المجتمعي للمدينة. يعني اللوحات هي عبارة بس ما يسموه أثاث بيئي لمدينة عمان. وما كانت تقصد هاي اللوحات اللي هو التاريخ المجتمعي، ففي ناس كثير يعني بدرسوا تاريخ أو حتى يعني سياسي أو يعني بدهم يجوا يتواصلوا مثلا موضوع السينمات، بيجوا شو صور لوحات السينمات كيف كانت، صور مثلا الخياطين او حتى الخطاطين انواع الخطوط، هاي كلها متوفره في المتحف. فصفينا يعني زي ماده دسمه لكل ما يدرس التاريخ المجتمعي لمدينه عمان. وحتى يعني في يعني الحمد لله صفى المتحف
أنا حاسس المتحف تبنى من الجامعات، من المدارس، من وزارة السياحة، من وزارة الثقافة، من أمانة عمان، يعني صفيت هيك زي مقصد لكل ما يخص عمان، وهذا الإشي أنا الحمد لله بعتز فيه. يعني جميل ما طرحت قبل قليل موضوع الحار والبارد، إنما قلت نلعب لعبة الحار والبارد مع الزوار الذين يبحثون عن لوحات آبائهم أو أجدادهم. أنا رأيت الحقيقة المتحف يعني على شكل دهاليز، يعني ممرات، يعني هذه بقصدية عملت هكذا أم مساحة المتحف والله هي فرضت عليكم هذا الشكل؟ اللي صار كالتالي، يعني إحنا لأن يعني عملنا ديكور مبدئي للمكان، بس سبحان الله مشاعر الناس فرضت علينا إشي آخر. أنا زي ما حكيت قبل لحظات، تخيل لما تيجي إنسانة حاملة لوحة والدها محامي اللي توفى قبل مثلا سنوات، وجاي تحكي لي أنا حابة أحط هاي اللوحة هون، فصدقا يعني لو ما ظلش وسع في المكان راح أحط هاي اللوحة داخل قلبي. يعني ما تخيل قديش الناس صارت تجيب لوحات، فهون بطل في وسع في المكان، فأنا لجأت لموضوع الدهاليز، وهذا الإشي برضو عزز من مكانة جميل. يعني الملاحظ أن اللوحات أو الأرمات كتبت بأنواع مختلفة من الخط العربي، يعني من خلال حضرتك تتابع من مراحل وسنين طويلة، من خلال الشغف الذي تحمله إلى هذا الجانب، يعني ما الخط الغالب في خط اللوحات طبعاً في كتابة يعني اللوحات؟ يعني في الخط العربي في حوالي أكثر من 7 خطوط، وهلا صار بس يعني أكثر وأكثر، بس يعني أفضل خطوط وأوضحها اللي هو يعني ما يسمى خط النسخ أو الخط الفارسي وخط الرقعة، وهيك كانت اللوحات يعني يخططون بهاي الأنواع من الخطوط، يعني حسب إذا العنوان الرئيسي مثلا كلمة وكلمتين يلجأ مرات للخط الفارسي لأنه فيه مادات كبيرة، الخط يعني لما يكون فيه سطر مزدحم يكتبوا بخط الرقعة أو خط النسخ. رأيت في جانب من جوانب المتحف هناك يعني تصميم لسيارة، سيارة تاكسي على ما أعتقد. أي نعم. ويمكن مكتوب عليها تاكسي العبدلي أظن. العبدلي. ومعها يعني صورة لرجل ختيار شيخ كبير. ما سر موضوع هذا؟ هاي والله أنا سيارة. هيك سميتها، يعني عارف الأيام هاي الجيل بحب التصوير كثير كثير. فأنا من باب كسر جمود اللوحات أو زي ما تحكي إعادة الحياة في هاي اللوحات، قلنا لازم كنا إحنا في الشارع، فعشان هيك أخذت جزء من سيرفيس، يعني كان برضو في وسط البلد، سيرفيس العبدلي، فعملنا هيك بطريقة كثير حلوة وذكية، يعني طريقة 3D، يعني الواحد بتصور وكأنه ماشي في وسط عمان، يعني هاي الفكرة من هذا المكان. وهذا الصورة يعني هذا فعلا سائق تاكسي؟ أي نعم سائق تاكسي، يعني إحنا طلناه من يعني من نت، وطلناه وزبطناه بحيث إنه تكون الصورة حقيقية. نعم. الموضوع. يعني اسمه موجود أم فقط الصورة؟ لا والله أسف الصورة بس. نعم. الصورة. ألم يتواصل أحد من أبنائه؟ لا هلا في جنبها صورة لرجال أصله من فلسطين عمره هلا أظن 84 سنة، إجت حفيدته قبل مدة هيك وأوعدتني يعني إنها تجيبه على المتحف. نعم. يعني لا زال على ما يزال لا زال على قيد الحياة. على قيد الحياة. نعم. يعني ماذا كان يعمل؟ ما يعني بدها، لأن هي حفيدة ما عندها معلومات كاملة، هي تفاجأت في الموضوع، تواصلت مع والدها. نعم. فهلا ممكن تجيب والدها هيك على أساس برضو نعمل معالقة، يعني قصدي إلو أثر إلو؟ لا كان يعني إنسان عادي بعتقد. نعم. مش يعني مش رح يكون يعني طبيب معروف، يعني عادي إنسان بسيط جدا، يعني عامل ممكن يكون أو شيء. نعم نعم نعم. الترتيب الأرمات أو اللوحات الإعلانية داخل المتحف، يعني هل تم وفق تخطيط مدروس أم جاء عفويا؟ والله الموضوع ما أخذ يعني خلينا نسميه بعد فيزيائي، يعني حجم اللوحة اللي بفرض علينا مرات. نعم. إنه وين تيجي هاي اللوحة، لأنه مرات إحنا بنخلص كل إشي بعدين تجينا لوحة جديدة بنضطر نشيل اللوحات ونحط لوحات. يعني في ناس اقترحوا علينا موضوع إنه المهن أو الأحجام أو حتى أنواع الخطوط، وهذا الإشي يعني أنا بحب هيك المكان يكون كرنفالي. نعم. يعني خلص كل واحد يختار الزاوية اللي هو بده إياها. يعني جميل. أعود أيضا إلى ذكريات الماضي. حضرتك قلت أنه بداية خذت صورة تحت محل أو اللوحة الإعلانية المحل. صحيح. أنه سمعت أنه هذا المحل وضع لوحة جديدة بخط جديد
ورغبت أن تأخذ صورة تحت هذه اللوحة؟ ما السر في هذه اللوحة؟ لماذا أقرضتك هذه اللوحة لتأخذ صورة تحتها؟ اللوحة انعملت بطريقة كثير حديثة، هو يعني قلت لي في عام 80 سنة 80 لخطاط اسمه تيسير السادات، يعني ترحم عليه من هون، يعني عملها بطريقة كثير حلوة، كلمة صرصور، عمل عليها ظل حوالي عرضه حوالي 70-80 سنتي، وفوق هذا الظل كتب كلمة صرصور بالخط الإنجليزي، فكانت جد عبارة عن ميدالية مش لوحة. يعني المحل ماذا كان؟ المحل كان يبيع محل ملابس هو، وقبل حوالي سنتين اجت بنت صاحب المحل توفى هو، فكتبت لنا كلمة في سجل الزوار، يعني أذكر آخر سطر إنه سعيدة أن طيف أبي مر من هنا وما زال يمر، شكرا لأصحاب الفكرة، ابنتك المحبة دوما، اسمها آمن محمد صرصور. نعم. كم كان سعر الصورة في ذلك الوقت؟ سعر الصورة هي قصتها قصة، احنا عندنا في فصل البلد ساحة بسموها ساحة فيصل، سنة الثمانين كان في طالع ما يسمى كاميرات البلورايد، فطبعا تصوير كان كاميرات الفوري، يعني الكاميرات الفورية بالضبط، فكانوا حاطين مجسمات لفنانين وفنانين، وكان موضوع الكاراتي وبروسلي بشكل ظاهر، فكانوا الواحد خلص يروح يوقف جنب ممثل أو ممثلة ويتصور يدفع نص دينار. فأنا رحت على المصور قلت له بدي اتصور، فقال لي اختار، قلت له لا انا مش هون بدي اتصور، فاقنعته، اخذ طبعا بدل نص دينار اخذ دينار كامل، انه رحنا انا وياه تصورنا تحت هاي اللوحه. نعم. وهي اللوحه طبعا يعني صوره اللوحه رافقتني، يعني المصور ابتزك فيها اي نعم، استغلني بس الحمد لله، يعني الصوره رافقتني في برلين لمده 5 سنوات طول فتره الدراسه وما بعد الدراسه. نعم. الصوره هاي، الحديث حقيقة شيق وممتع، يعني نحتاج إلى وقت أوسع أن نتجول معك في هذا الخزين من الذكريات الجميلة مع أرمات عمان لوحات الدلالية. سعدنا بهذا الحوار، ونتمنى لهذا المتحف مزيد من النجاح والتميز. سيد الله يسعدكم، وشكرا لكم، شكرا لكم أعطتونا فرصة هيك نطلع حتى الشعب العربي بالكامل على هذا المتحف، وجد من هذا المنبر برضو دعوة لكل عواصم الدول العربية إنها يعني تأسس لمتحف بغداد، متحف القاهرة، متحف بيروت بإذن الله. شكرا لك أمين متحف أرمات عمان غازي خطاب، شكرا لك. الاحترام لكم، بارك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، استودعكم الله والسلام عليكم.